الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، هل يجوز إن أنا أستبدل أضحية بأضحية أخرى؟ أنا مثلا عندي عنز وعايز أستبدلها بأخرى، أو عندي شاة خروف أو ضأن وعايز أستبدله بأخرى، أو عندي بقرة عايز أستبدلها بثور أو العكس، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن بشرط وحيد، أن تبدلها إلى الأفضل، أن تبدلها إلى الأفضل، تبدلها للإيه؟ للأفضل، للأفضل إزاي يا عم الشيخ؟ يعني عندك شاة هتبيعها، هتبدلها وتجيب شاة أعظم أوفر لحم، فيها لحم أكتر، ينفع؟ أه ينفع. هتبدل مثلا ثور بثور أعظم لحم، ينفع؟ أه ينفع. هتبدل خروف أو نعجة بنعجة أعظم لحم، ينفع؟ أه ينفع. طب الدليل على ذلك يا عم الشيخ؟ الدليل حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جابر، أن رجلا أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل للنبي مكة، زادها الله تشريفا وتكريما. الرجل ده لما فتح ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال رسول الله: إني نظرت نذر إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. النبي قال له: صلي ها هنا، أي في مكة، لأن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، الظهر في مكة بمئة ألف ظهر، العصر في مكة بمئة ألف عصر، إنما الصلاة في بيت المقدس قيل في رواية ب 250 وفي رواية ب 500، يعني الظهر ب 250 وقيل الظهر ب 500، أو العصر ب 250 وقيل ب 500. لا شك ولا ريب إن دي 100 ألف صلاة، إنما دي 500 صلاة. فالنبي قال له: صلي ها هنا، لا ما تصليش في بيت المقدس، صلي ركعتين في مكة. يا رسول الله، قال: صلي ها هنا. يا رسول الله، قال: صلي. الراجل برضه مصمم، قال النبي: شأنك كذا. أخذ العلماء بأن يجوز التغيير، يجوز التغيير، بس يكون التغيير للأفضل، يكون التغيير أفضل. بدل شاه بشاه، نعم، بس تكون شاه أعظم، ثور بثور، نعم بس أعظم، بقرة بقرة، نعم بس أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.